مصادقة اجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 8409 والذي بموجبه تم ترقية 10 ولايات منتدبة في الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحية مع استحداث 44 مقاطعة إدارية في الهضاب العليا. تساؤلات كثيرة حول هذا القرار، حول توقيته بالتحديد في ظل السياق الذي تمر به الجزائر، الحديث أيضا عن الميزانية، عن الأموال، والجزائر تمر بأزمة مالية صعبة ستستمر إلى غاية السنوات القليلة المقبلة إن لم يتم التعامل معها طبعا باحترافية من قبل السلطة أو الرئيس القادم للجزائر. لمناقشة هذه النقاط ونقاط أخرى أسعد باستضافة السيد بشير فريك الوالي السابق والمهتم بشأن السياسي. سي بشير مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا. إذا نبدأ معك سي بشير، هل القرار للحكومة هناك من اعتبره قرارا سياسيا لضمان ربما تصويت أكبر في الرئاسية المقبلة، كيف يرى ذلك الوالي السابق؟ شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لست أدري من أين أبدأ، لأن قضية التقسيم الإداري هذه قضية تقريب عشنا منذ الاستقلال ثلاث تقسيمات جوهرية من 62 غداة الاستقلال، ثم في سنة 74، ثم في سنة 84. منذ 84 الآن أعتقد 35 سنة ولا 36 سنة لم يتم تقسيم إداري بمفهوم تقسيم. لاحظنا خاصة منذ بداية التعددية في 89 و90 أن التقسيم الإداري وإنشاء ولايات جديدة وبلدات جديدة كانت من الأوراق الانتخابية لكل المترشحين. آنذاك أنا عشتها كوالي سابقا، عشتها. الآن بالنسبة لهذا التقسيم، هو يجب أن نعرف أولا بأن إنشاء الولاية لا يتم إلا بموجب قانون، ماهوش بمرسوم رئاسي. طبعا إنشاء المقاطعات الإدارية تدخل في مجال التنظيم، إذا يتم عن طريق المراسيم، بينما إنشاء الولاية والبلدية كجماعة إقليمية منصوص عليها دستوريا تم عن طريق القانون. إذا هذا الاقتراح هذا سيتم عرضه حتما أمام البرلمان بغرفته للمصادقة عليه. بالتأكيد رايح تقع فيه تجاذبات خاصة في ظل المرحلة التي نعيشها. سؤالك هل هو من أجل حمل الناخب ليحمل طابع القرار السياسي؟ أكيد أكيد، هذا طابع قرار سياسي بامتياز، لأن شخصيا ما ليش بغي يعني نتعمق فيه كثير. لماذا؟ لأن نحن على 20 يوم من الرئاسيات 20 يوم من الرئاسيات، هل هو السحب للبساط من تحت أقدام المترشحين حتى لا تقدم وعود من قبل في هذا الإطار أو لغرض آخر؟ لأن الحكومة بين قوسين تسمى حكومة تصريف الأعمال، وإن كان هذا تصريف الأعمال كلمة اصطلاح ماهوش يعني موجود لا قانون ولا دستوري من صلاحيته، ولكن أعتقد أنه ربما جاء في ظرف يثير الانتباه ويثير تساؤل. لماذا في هذا؟ نعم، هل يجوز مثلا للرئيس المقبل للبلاد أنه يتراجع على كثير من القرارات اللي قلت أنه الكثير يوصفها بحكومة تصريف الأعمال، وبعض القرارات الكبرى سواء هذا القرار أو بعض القرارات المتعلقة بمثلا قانون المحروقات التي مرت، هل يجوز للرئيس المقبل أنه يراجع مثل كذا قرارات أو على الأقل بعضها، أم أنه الأمر أصبح واقع حال ويجب على الرئيس المقبل أن يتعامل معه كما هو؟ هو طبعا الرئيس من صلاحياته المبادرة باقتراح مشاريع قوانين، فبالتالي أي نص قانون في الدستور وما أدراك من دستور، ففي نظامنا الرئيس العفو رئيس له كم الصلاحية تقريبا كثير من صلاحية باقتراح تعديل وإلى آخره، فممكن. ولكن في واقع الحال بالنسبة لهذه المبادرة الولايات
وحتى المقاطعات من صعوبة سياسيا أن يتراجع، لأنها ممكن تخلق لك مشاكل وقلق وغيره. نعم. إذن بشير فريك، هذا المشروع كان مطروح في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان من المسؤولين من تحدثوا عن نية الرئيس في ترقية هذه الولايات إلى ولاية كاملة الصلاحية. لا يهم في هذا الظرف صاحب المشروع بقدر ما يهم استحداث ولايات بالجنوب الكبير، لأنه يعني كان بعض ربطوه اليوم خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي قال والله مشروع الرئيس السابق. لا والله مش مسألة رئيس وما رئيس، لأن هذه العملية هذه انطلقت غداتا، وأنا أعتقد هنا في القناة هذه ولا في قنوات أخرى قلت بأن الهدف من إنشاء المقاطعات الإدارية العشرة هذه يطلعوا في الجنوب كان على وقع، لو تتذكرون، على وقع الاحتجاجات ضد الغاز الصخري، وشخصيا قلت أرادوا إسكات المواطنين وتلهيتهم بهذه العملية، وكان وقتها تعهدوا أنهم هذه المقاطعات ترتقي إلى ولايات. الآن كان يمكن تكون ربما وعد انتخابي في 2014 لو كان جرات انتخابات 18 أفريل. هذا الله أعلم. نعم. سي بشير فريك، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مساحتها تقريبا 10 ملايين كيلومتر مربع، فيها 50 ولاية فقط حجم هذه الدولة القارة، نحن تقريبا 2,400,000، نقترب من هذا الرقم، وعدنا 58 ولاية ما شاء الله، إن تم طبعا اعتماد العشر ولايات الجديدة. هل هو مشكلة سير وكفاءة 10 ملايين كيلومتر مربع فيها 50 ولاية، لكن احنا ما زلنا في تقسيمات إدارية، هل هي ضرورة أم أنه فيه فشل في السياسات العمومية؟ لا يمكن المقارنة بين النظام الأمريكي والنظام الجزائري. النظام الأمريكي نظام فيدرالي، نعم. هي عبارة عن حكومات، عبارة عن دول تقريبا يعني برئيسها وجوبرتا، فيختلف. احنا النظام هذا النظام نتاعنا مستمد من النظام الفرنسي، فإذا قارنا، لأن حتى من التنظيم الإقليمي والتنظيم الإداري تاعنا مستمد من النظام الفرنسي، فلا نقلب الآية. الجزائر 5 مرات تقريب فرنسا، فيها 48 ولاية، مازال ما نقولوش 58 لأن ما صدقش عليها البرلمان. إذن هل فرنسا تقريب التوزيع السكاني عندهم حوالي 67 ولا 70 مليون، تقريب توزيع السكاني في فرنسا متوازن نسبيا، احنا على بالك في 2 ملايين كيلومتر مربع، السكان متوزعين أو متواجدين بنسبة 4%، يحتلوا 4% فقط من التراب الوطني. الجنوب هذا تقريبا المشكلة هو مشكل انعدام الكثافة السكانية، فهذا النوع تاع الإجراء خلق ولايات جديدة من شأنه أن يدفع الناس إلى التوجه إلى هذه الولايات، ولكن لازم نتكلموا عليها ما هو الطابع اللي نعطيها، لان ما الفايدة اننا نخلق ولاية باش ندير والي ورئيس دائرة ولا وفقط مديريات، موش هذا هو الهدف. لازم نعطي لها بعد اقتصادي. الان نحن في وضع اقتصادي عالمي، لازم ان نطور منظومتنا الادارية ونعطي لها توجه، لازم نخلق مناطق نشاطات، مناطق سياحية، مناطق حسب طبيعة كل منطقة، كل ولاية. الجنوب الكبير تقريبا كان مهملا وما زال يعني. نعم. في هذا السياق سي بشير فريك، في بيان اجتماع مجلس الوزراء يقول أنه الدولة تولي اهتمام لترقية الجنوب لا سيما المناطق الحدودية وتمكين مواطنيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية. هل هو اعتراف ضمني بأنه الدولة مقصرة في الاهتمام بالجنوب لما يقول لك نفس مستوى التنمية والرفاهية على وجه التحديد؟ أكيد أكيد والله إشكالية، ماهوش تقصير يعني متعمد، ولكن النظام نتاعنا الإداري في التقسيم وفي مراعاة المشاريع وغيرها ينظر للكثافة السكانية، لأن الهدف نتاعه هو العناية بالإنسان. ففي الجنوب الكثافة السكانية ضعيفة جدا، فإذا باش نفتح طريق من عين صالح لتام راست
شوف واش من المبالغ نتاعو ما تكونش عنده مردوديه في 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 معالجه مشاكل المواطن الفرد بنفس الحجم نتاع نفتح الطريق بين مانيش عارف انا مدن في الشمال او في الهضاب العليا. فاذا فيه اشكال مطروح على كل حال في السنوات الاخيره بدا تداركه، وهي قضيه يحتج بها سكان الجنوب وهم محيقون، هو بالنسبه لتعيين الاطارات. تعيين الاطارات سواء بالنسبه للجنوب يعني ولا من سكان الجنوب في ولايات شماليه، هذا اشكال. وفيه اشكال لابد ان نقلع عنه. احنا سمعتها وسمعناها وكلنا نعرفوها، احنا واحد كنحبوا نعاقبوه في كل الميادين بعثوه للصحراء، وهذا خطا، هذا خطا كبير. ولايه إليزي والله ولايه تندوف، هذه لما داروها ما داروهاش من منظور اداري اقتصادي، داروها من منظور جيوسياسي جيوستراتيجي. تشوف في تندوف شكون اللي مواجهنا، في إليزي شكون واجهنا الى اخره. فلازم من المفروض اننا نختار احسن الاطارات لتاطير هذه المناطق، ماهوش اللي مغضوب عليه والله عاجز نبعثوه. اذا كانت عندنا نيه حقيقيه للترقيه وتغيير الوضع في الجنوب. هناك من تحدث عن قرار وصفه بالقرار الشعبوي، ويتساءل هؤلاء على قضيه ميزانيه التسيير والتجهيز. وكما قلنا قبل قليل، الجزائر ليست استثناء، نمر بازمه ماليه كما تمر بها الكثير من دول العالم. كيف يعني ميزانية تسير وميزانية التجهيز بالنسبة للولاية الجديدة أنت مستحدث؟ لا، هو يفترض، احنا نتكلموا في النظري، ما عندناش معطيات. يفترض أن ما دام تم إقرار، للأسف أثناء مناقشة قانون المالية ل 2020 ما سمعناش بأن وزارة الداخلية أو الحكومة قررت اعتمادات اضافيه للتكفل بانشاء هذه الولايات. لان ما كانش هناك نيه ربما لتمرير القرار في الوقت الحالي. كيف ما كانش هناك نيه لاستحداث التقسيم الاداري الجديد قبل؟ مانيش عارف شخصيا. علاش؟ لان باش تخلق ولايه ماشي سهل، خاصه ان هذه الولايات اللي تم ترقيتها كانت مقاطعات اداريه، وفيها ما نتذكرش بالضبط ضمن في 2015 4 سنوات في 2015 تم انشاء هذه المقاطعات، و تم مارست اعتمادات ولكن غير كافيه. الان بالتاكيد في ميزانيه وزاره الداخليه وفي ميزانيه مختلف الوزارات، لان كانت وزاره الداخليه اللي متكلفه بالولايه المتدربه رئيس الدائره وما شابه والمدراء تاعها، وفيها الوزارات الاخرى الوزارات القطاعيه. هذا من حيث الهياكل. ولكن احنا للاسف، نعاود نقول للاسف، احنا في منظورنا وفي منظور مخيال الجماعي للمواطن ان انشاء الولايه معناه الذهاب الى التنميه، معناه راح نجيب مشاريع جديده، راح نجيب شق طرق جديده، ثانويات جديده وهكذا. فهذه كلها ماهيش بالسهوله. نعم سي بشير فليك، الدولة التي عجزت على مدار سنوات طويلة من بناء مستشفيات في ولاية الجنوب، مراكز لمعالجة السرطان في الجنوب، عجزت أيضا حتى عن توفير الأطباء الأخصائيين في بعض مستشفيات الجنوب، هي نفس الحكومة التي اليوم تستحدث 10 ولايات في الجنوب الكبير. هل هذا معقول أنك تروح بسرعة القصوى إلى هذا الأمر، على الرغم من أنه البيان يقول أنه فيه نضج في الإطار المؤسساتي والعملياتي، لهذا تم اتخاذ هذا القرار؟ شوف والله صدقني مانيش باغي نتكلم واحد الكلام، لأن بالنسبة لي هذه الأمور هذه يعني أي واحد، ماهوش أنا ولا أنت فقط، أي مواطن عادي يقدر يعطيها رغم أهميتها، ولكن اعتمادها يعني هذه الولايات في هذا الظرف هذا كلها تفسر على أن لها طابع شعبوي بشكل أو بآخر رغم أهميتها. ونقول الرئيس اللي يجي لا أعتقد بأن له الجرأة في أنه يواجه الشعب يتخلي عنها، فلهذا كان من المفروض. ولكن ثم هل تم تحديد معايير على أساسها
أننا ننشئ هذه الولايات. ثم كيف ننشئ ولايات بدون بلديات جديدة؟ قال لك ما فيش بلديات جديدة. يا لا بال ما كاش، لأن في الاقتراح الأول ما كاش بلديات جديدة. أنا لا أتصور، تعرف فرنسا اللي هو المرجع نتاعهم على كل حال، موش تاعنا احنا. ما أشحال بلدية فيها؟ 36,000 بلدية في فرنسا. احنا رانا في 1541 وحصلنا فيها. بل المفروض نراجع نراجع النظام نتاع البلديات. كاين بلديات اللي نلغيهم، كاين بلديات اللي نزيدهم، كاين بلديات اللي نضمهم، وهذه تحتاج الى دراسه معمقه. ما نديرهاش في مكاتب وزاره الداخليه هذا دون انقاص، دون انقاص يعني من قيمه واهميه الاخوه في وزاره الداخليه. نعم، ايضا البيان، بيان اجتماع مجلس الوزراء يقول بانه ترقيه هذه الولايات المنتدبه الى ولايات كامله الصلاحيه، لكن ما تحدثناش عن واجباتك كدوله تجاه المواطن. أيعقل انه ولايه جديده في الولايات العشر هذه ما يكونش فيها مثلا مستشفى؟ اليوم في عين قزام مثلا التي رقيت الى ولايه فيها المستشفى تاع 60 سرير لا يزال ورشه مفتوحه الى اليوم. عين قزام ايضا في شهر سبتمبر الماضي وزير التربيه عبد الحكيم بالعابد يفتتح اول ثانويه والوحيده في عين قزام. هل من المعقول انه منطقه فيها ثانويه وفيها ولايه فيها ما فيهاش مستشفى مازال قيد الانجاز نرقيوها الولايه، ام انه الامر كما قلت انت يرتبط بقضيه الكثافه السكانيه وفي بعض الاحيان بعد المسافه بين المناطق، وبالتالي نسيو ونقربوا المواطن من الاداره باقصى قدر ممكن؟ هو منذ لحظه قلت لك باللي احنا للاسف نعاود نقول لك انشاء الولايات في بلادنا هو مرادف لبعث العملية التنموية. لما نقول العملية التنموية ماهوش نتكلم لك على باش نعمل مصانع ولا كذا، العملية التنموية هذه نخلق مستشفى، نفتح الطريق، هياك القاعدية، هياك القاعدية، نفتح الطريق، ندير ثانوية متوسطة مستشفى، هذه هي اللي تكون مرادفة. لكن انت تتساءل ببراءة، هل يعقل ان عين قزام طلعت ولاية وما فيهاش مستشفى؟ موش ثانوية عقل. الوحيدة في سبتمبر ما كانش. اذا ابتداء من هذا طبعا باش تخلق ثانويه ماهوش بالضروري انك تخلق ثانويه لان ولايه، لان وزاره التربيه عندها مقاييس طبعا، خريطه المدرسيه اكيد عندها الخريطه المدرسيه، قداه المدرسه موجوده ابتدائيه باش تكون متوسطه، قداه المتوسطه اللي موجوده باش تخلق ثانويه، وهلما جرى بعد ساعات وصلت باش نتكلموا على مراكز جامعيه وجامعات ايضا في عين قزام. نعم، ايضا في البيان، وعاده لما يتعلق بالامر بتقسيم اداري واستحداث اقاليم جديده دائما تحدثوا على قضيه اللامركزيه، اللامركزيه في التنميه، اللامركزيه في خلق مناصب شغل. وفي البيان تاع اجتماع الحكومه يتحدث عن شغل الاقليم او شغل الاقليم بطريقه متوازنه والرفع من الجاذبيه في السياحه في الاقتصاد. هل حقيقه هناك نيه او يجب ان تكون على الاقل نيه عند الرئيس المقبل لتطوير الجنوب في السياحه في كثير من الامور؟ هو لازم ما نتكلم على اللامركزيه. احنا هذه من اللامركزيه هذه كيفاش يقولوا كلمه حق اريد بها باطل، لان اللامركزيه هو نظام مكرس دستور للاسف، مكرس دستور. واللامركزيه معناها حكم الشعب بنفسه من خلال المجلس تاعو. هل نحن فعلا عندنا نظام لامركزي؟ عندنا شبه نظام لامركزي على مستوى البلديات، اما على مستوى الولايه المجلس الشعبي الولائي مغيب، فيجب ان ننتبه الى هذه النقطه باعطاء المنتخبين صلاحيتهم وفق المبدا الدستوري للامركزيه. دير انا نتكلموا غير على الاداريين وهذا المنتخبين، دير منتخبين في المثل الشعبي الولائي وتعطي له الصلاحيات، الصلاحيات تاعه هو ينعقد دورات ولا دورات خلال العام ويدير توصيات، والسيد الوالي حر يطبقها ما يطبقهاش على حسب العلاقه نتاعو به. نعم، سيد بشير فريك الوالي السابق والمهتم بالشان السياسي بقى معنا. نمر الى هذا الفاصل الاشهاري، بعده مباشره الاخبار المحليه مع الزميله فيروز. دبار يبقى معنا.
بكل شكل ألم المفاصل والعضلات أختروفيت بلس مكمل غذائي 100% طبيعي متوفر فقط في الصيدليات أختروفيت بلس.